قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان إذا ما تم الاتفاق على موضوع الرهائن، محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة. وخلال مقابلة مع NBC قال بايدن إن إسرائيل تعهدت بإجلاء أعداد كبيرة من سكان رفح قبل البداية في عملية للقضاء على ما تبقى من حماس على حد تعبيره. بايدن أبدى كذلك تفاؤله في حال التوصل إلى وقف النار المؤقت، مشيرا إلى أن ذلك قد يساعد باتجاه حل الدولتين. مستشاري للأمن القومي أخبرني بأننا قريبون، لكننا لم ننتهي بعد. آمل بالتوصل لوقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل. وكالة رويترز من جانبها أفادت عن تلقي حركة حماس مسودة محادثات باريس حول صفقة التبادل، كاشفة أن المقترح يشمل عودة تدريجية للنازحين لشمال غزة للنساء والأطفال، ويمنع من هم في سن التجنيد، إلى جانب إطلاق سراح نساء وأطفال وشيوخ ومرضى محتجزين لدى حماس مقابل عدد من الفلسطينيين. رويترز أكدت أن مسودة محادثات باريس تشمل وقف العمليات العسكرية في غزة لأربعين يوما، كما شمل المقترح تبادل السجناء الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين بنسبة 10-1. وأشارت رويترز كذلك إلى أن مقترح باريس يتيح أصلا إصلاح المخابز وتأهيل المستشفيات بقطاع غزة، في حين يلتزم بإدخال 500 شاحنة للمساعدات بشكل يومي وآلاف الخيام لداخل القطاع. إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين على التزام واشنطن بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، كرر بلينكين أهمية ضمان عدم انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل أكبر، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان، مشددا على وجوب عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، ومشيرا إلى أن واشنطن مستمرة في الضغط على تل أبيب لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. لكن قياديا في حماس قال إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف القتال في غزة سابقة لأوانها ولا تتطابق مع الوضع على الأرض. وأضاف القيادي في حماس أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة يتعين التعامل معها قبل وقف إطلاق النار. للنقاش حول كل هذه التطورات والتداعيات من رام الله، أرحب بالدكتور حسين حمايل الناطق باسم حركة فتح، ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بكما، شكرا على تلبية الدعوة. أبدأ من ضيفي من حركة فتح طبعا سيد حسين حمايل، يعني هذه التصريحات الصادرة من قبل واشنطن، هل هي مطمنة أن الأمر بات وشيكا؟ هو الرجل تحدث عن أمل في أن يكون الاثنين هو موعد للتوصل، ولكن حماس يبدو أنها غير متفائلة وتقول أن هنالك فجوات كبيرة. نعم أخي، أسعد الله أوقاتك وأوقات الدكتور محمد فرحات. كل ما تقوله واشنطن بالنسبة لنا في حركة فتح هو مناورات سياسية، مناورات إعلامية يسموها كما يريدون، إذا لم يكن هناك وقفا حقيقيا لهذا العدوان. نحن نعلم أن أمريكا تستطيع وتقدر أن تقف، أن تضع حد لهذا الإجرام إذا امتلكت الإرادة، ولكن عندما نرى الدعم العسكري والدعم المادي والغطاء الدبلوماسي والفيتو وغيره من هذه القضايا، ثم يأتوا ليتكلموا عن عدم توسيع الصراع وعن اتصالات ومناورات سياسية، هذا الأمر بالنسبة لنا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه ما حصل في قطاع غزة ويحصل في قطاع غزة هو دمار شامل، هجوم بربري إرهابي على شعب أعزل. ومن هنا أنا أود التأكيد على نقطة مهمة، أنه تصوير المشهد في قطاع غزة وكأنه ما بين طرفين متكافئين في القوة من بعض الفضائيات ومن بعض حتى التصريحات، أنا بحكي لك هذه كارثة وكارثة كبرى. يا أخي الكريم، ما يحصل في قطاع غزة عبارة عن محارق
ضد مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة، ينتظرون متى ستسقط عليهم القذائف والصواريخ ليرتقوا شهداء أو يكونوا جرحى في هذه الأرض. هذا هو يعني، هل هذه إشارة منك إلى من أشعل هذه المعركة وهي حماس والفصائل تتحمل جزءا من المسؤولية، أم تتحدث عن الصمت إزاء كل هذه الجرائم يعني التي وصفتها بالمدمرة والحارقة وهي واقعية حقيقة يعني؟ شوف أخي الكريم، أولا لا نستطيع أو لا يستطيع عاقل أن يحمل الشعب الفلسطيني ما يحصل في هذا العدوان، بغض النظر عما حصل في 7 أكتوبر، ولكن الأهم في هذا الجانب أنه ما قبل 7 أكتوبر إسرائيل لم تبكي ولا تظهر، قتلت الأطفال والشبان وسحلت النساء في القدس واعتدت على المساجد والكنائس وكل شيء، وأنتم طروا واستيطان وقتل وحاولت أن تقتل الحلم الفلسطيني. ولكن في المقابل نحن كفلسطينيين اليوم نقول بأنه يجب أن تقف الحرب ويجب على كل فصائل العمل الوطني بما فيها حماس تقف الحرب. تقصد إيقاف شامل لوقف اطلاق النار؟ قد يقول لك قائل يعني هذه المحرقة التي تتحدث عنها شيء أفضل من لا شيء، يعني 40 يوم من السكون ودخول المساعدات وإنقاذ الناس من المجاعة. لا لا لا، ليست أمرا سيئا يعني. إحنا لا لا، اسمح لي عشان أوضح فكرتي على ما يبدو أنه تفضل. لم تكن واضح كلامي، لم يكن واضح عليه. نحن نقول بالنسبة لنا كحركة فتح ندعم أي خيار لإيقاف الحرب، وحتى كيف ما كان المهم توقف الحرب. يعني إذا بنقدر اليوم إحنا كفلسطينيين من خلال المساعي الدبلوماسية ومن خلال العمل الذي تقوم به القيادة الفلسطينية أن يكون هناك إيقافا شاملا للحرب، هذا ما نسعى له يا أخي الكريم. الواقع في قطاع غزة مصيبة، ولكن أنا اليوم بطلب من الكل الفلسطيني ومن كل الفضائيات والمحللين العسكريين، يا أخي اتقوا الله في الشعب الفلسطيني، اتقوا الله في الشعب الفلسطيني. مش معقول أنه بنيامين نتنياهو يصور غزة بأن هناك ترسانة عسكرية تحاربه، وبعض الفضائيات العربية تأتي لتؤكد على رواية بنيامين نتنياهو. يا أخي هذا الشعب مظلوم، شعب لا حول له ولا قوة، وكل صراحة نتكلم. هذا الأمر المهم اليوم اللي مطلوب منا كعرب وكمسلمين وكإعلاميين أن نركز عليه. أما بالنسبة للهدنة، أعيد وأؤكد أخي الكريم أنه نحن ندعم أي وقف لهذه الحرب وإدخال المساعدات، وعندنا ساعة أهم أكبر. إحنا لما إجت الحكومة الفلسطينية استقالت بالأمس أو قدمت استقالتها، كان هذا السلفة من أجل أن يكون هناك حكومة فلسطينية تستطيع أن تعمل في الضفة وغزة والقدس الشرقية. كل شيء بالنسبة لنا كحركة فتح نقدمه اليوم ونعمل به، وكذلك القيادة الفلسطينية على رأسنا. دكتور حسين، سأعود إليك فيما يلي ما تحدثت عنه حماس، وهو مسألة الفجوات. هل ترون أنتم أيضا هنالك فجوات، وهل تتفقون مع هذا المنحى؟ ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي في القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات. بايدن حدد تاريخا، وحينما نقول بايدن نتحدث عن علاقات وشيكة واتصال، علاقات متطورة واتصال متواصل ومباشر مع إسرائيل. هل هذه ضمانة بأن تل أبيب لن تعرقل كما بدأ في الأول أنها غير متفائلة؟ ما يلي التفاصيل، وهنا الشيطان يكمن في تفاصيل الأسرى وتحديد هوياتهم وأعمارهم وأعدادهم. صباح الخير على حضرتك وعلى دكتور حسين وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة طبعا في رأيي أن هناك مؤشرات إيجابية يجب ألا نغفلها، وأنا أتفق مع كل ما قاله دكتور حسين فيما يتعلق بما يجري في قطاع غزة. ما يجري في قطاع غزة هو شيء يعني خارج التاريخ وخارج المنطق، وهناك الكثير من ما يؤكد أن هناك جرائم حرب وجرائم إبادة ارتكبت في قطاع غزة. لكن يعني في نفس الوقت يجب أن ندرك أن هذه الحرب هي حرب معقدة جدا وأزمة شديدة الخطورة، وهناك متغيرات كثيرة تحكمها، وهناك مواقف دولية لقوى كبرى يعني باتت نافذة جدا في إدارة هذه المعركة. فالطرف العربي بشكل عام، سواء الفلسطيني أو القوى العربية الأخرى، لا تتعامل مع أزمة مع طرف واحد، لا، لكنها تتعامل مع أطراف يعني عدة، وتتعامل مع مواقف يعني حسابات داخلية حتى للأطراف، سواء على الجانب الإسرائيلي أو على الجانب الأمريكي. فبالتالي نحن يجب أن لا نغفل بعض النجاحات التي حققتها القوى العربية. أول هذه النجاحات في رأيي التي يجب الإشارة إليها هو التغير، حتى ولو تغير جزئي في الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نقارن هذا الموقف عندما
تقف بقوة وراء وقف لإطلاق النار حتى ولو كان مؤقت. هذا تحول كبير يجب أن ينسب إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية العربية الكبيرة التي بذلت في هذا الإطار. النقطة الثانية أنه هذه الهدنة، لكن في هذه النقطة هل من ضمانات مختلف لهذه السقوف العالية التي تسربت من الوثيقة في اتفاق باريس، 500 شاحنة يومياً، فسح طرق لانتقال للمواطنين، مسألة انتقال كل هذا العدد من رفح إلى خان يونس ومنعهم من الوصول إلى شمال القطاع، وهذا يعني أن معركة رفح قادمة لا محالة، ويبدو أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر في تصريحات بايدن نفسه يعني التي أشار فيها إلى هدنة وطلب أن العملية في رفح لن تقوم إلا بترحيل أو ضمان أمن المدنيين، وبالتالي ما الفائدة؟ النقطة الأولى المسألة الخاصة بالضمانات. أعتقد إذا قسنا هذا على الهدنة شهر نوفمبر، ما تم الاتفاق عليه تم تنفيذه، لأن هناك قوى وقفت وراء التعامل مع أي تعقيدات لوجستية واجهت عملية التنفيذ. نفس الأمر الآن، أعتقد أنه ما سيتم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه، لأن هناك قوى تقف وراء هذا الاتفاق، سواء القوى العربية التي كانت جزءا من هذه المفاوضات، مصر ودولة قطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ألقت بثقلها في أعذرني دكتور، هذه القوى العربية لا تتحكم في الوضع داخل القطاع، سيتم تنفيذه. هذا هو مكمن سؤالي، لا تتحكم يعني تدر المساعدات سخية جدا التي تتكدس في المعابر، ولكن من يتحكم في وصول هذه المساعدات وانتقال الناس هي إسرائيل، وبالتالي ما هي القوة الضاغطة التي يمكن أن تحقق هذه الضمانات؟ يعني في رأيي أنه هذه الأمور هي ربما هذه هي التفاصيل التي يجري النقاش عليها الآن، التفاصيل النقاش يجري حول التفاصيل. في رأيي مثلا ما أشار إليه يعني حركة حماس فيما يتعلق بأن هناك تفاصيل أو أن هناك فجوة، أعتقد هذا يتعلق بالأسماء التي سيتم الإفراج عنها من الجانب الفلسطيني، الأسرى لدى الجانب الإسرائيلي، ربما هذه تفاصيل. جزء من التفاصيل هو الاتفاق على هذه القوائم. حماس تسعى إلى أن ألا تترك هذه المسألة للجانب الإسرائيلي، لابد أن يكون هناك اتفاق على قوائم من سيتم الإفراج عنهم، الفلسطينيين الأسرى لدى الجانب الإسرائيلي. أيضا جزء من هذه التفاصيل هي المتعلقة بكيفية نفاذ المساعدات إلى ليس إلى الجنوب لكن إلى شمال قطاع غزة أيضا، لأن وفقا لهذه المسودة ما تم الإعلان عنه أو يعني نشره في بعض المصادر هو أن هذه المساعدات أولا ستكون حجمها كبير، وهذا لابد أن يتناسب مع واقع الأزمة داخل قطاع غزة. صحيح. النقطة الثانية أنه يجب أن يرتبط بعملية الانتقال للفلسطينيين، إذا افترضنا أنه سينتقل جزء من الفلسطينيين إلى الشمال، فبالتالي لابد أن تنتقل هذه المساعدات أو الشاحنات إلى الشمال. فبالتالي في رأيي كل هذه كلها تفاصيل وهي أمور لوجستية، واعتقد انه يعني يمكن النقاش او التواصل الى اتفاق بشانها، واذا ما تم الاتفاق اعتقد انه سيتم تنفيذها، لان هناك اطراف بالتاكيد ستكون ضامنه لهذا التعهد. ومره اخرى في رايي انه سابقه هدنه شهر نوفمبر الماضي يمكن ان تمثل يعني او كانت سابقه لتؤكد انه ما سيتم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه، لان هناك اطراف يعني ستقف وراء بقوه وراء تنفيذ هذا دكتور محمد. نعم دكتور حسين، يعني انطلاقا من التقدم الذي أشرت فيها وصفت فيها المشهدية وعلى المعركة غير المتكافئة واقعيا داخل القطاع، هذه المشهدية الآن هنالك معركة أخرى في قطاع غزة، إنجاز للتعبير معركة البطون الخاوية، الناس يموتون جوعا إن لم يموتوا قصفا، وبالتالي مسألة الانتقائية وسقوف الأمنيات بأن تصل المساعدات بمعدل 500 شاحنة، ولدينا تجربة سابقة تصنيف إسرائيل لمن هم دون سن 19 يذهبون، هل تعتقد أن هذا يساعد، ينبغي الضغط على أن لا تكون هذه الانتقائية من قبل تل أبيب؟ أخي يعني في نحن اليوم في عام 2024، وعندما يكون هؤلاء الأطفال الجائعين في قطاع غزة، هذا عار يلحق بالإنسانية جمعاء، هذا عار يلحق بالمؤسسات الدولية، هذا عار يلحق بالإدارة الأمريكية. يعني ما تصوره الكاميرا أخي العزيز في قطاع غزة هو لا يتجاوز 15% من حجم المأساة،
هناك كارثة وطامة كبرى على 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 رؤوس أهلنا في قطاع غزة، والوضع في الضفة الغربية ليس أحسن حال. بالأمس في مخيم الفارعة 3 شهداء، قصف بالطائرات يتم استهداف الشبان في مخيم جنين، وهناك حرب مسعورة من هذا الاحتلال. طب ما الحل في هذا الجانب؟ على الصعيد الدولي هناك مؤسسات دولية، بداية في العدل الدولية إلى مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة، كل هذه المؤسسات عليها أن تقف عند مسؤولياتها. ثانيا على الصعيد العربي والإسلامي يجب أن يكون هناك موقفا موحدا للجم هذا العدوان. يعني نحن، وهذا لا ينتقص من المواقف المشرفة عند أشقائنا المصريين والأردنيين والسعوديين وكل من قدم للشعب الفلسطيني من أشقائنا العرب رغم أنه واجبهم، ولكن نحن نقول لهم شكرا وألف شكرا على هذه المواقف، تعزيزا للمواقف الوطنية. وكذلك بالنسبة للشأن الفلسطيني الداخلي، نحن اليوم كحركة فتح نسعى بأي اتجاه لأن يكون هناك عملا فلسطينيا، سواء على الصعيد الحكومي على الصعيد الفصائلي، وكذلك أن ينضوي الجميع تحت لواء منظمة التحرير حتى يبقى الجميع ملتصقا في الشرعية الدولية، ولا نجعل أي فصيل فلسطيني هو عبارة عن هدف سهل لدولة الاحتلال والمكونات دولة الاحتلال. بشكل سريع قبل أن أعود، يعني تتطرق إلى نقطة لافتة البعض فيها، يعني وحماس تحديدا لها رأي أن مسألة الإدارة ومسألة الفصائل والتحرير هو قفز على المراحل، وأن الأولوية الآن ينبغي أن لا تكون لتشكيل حكومة أو لا حديث عن السياسة، إنما لإيقاف الحرب. كيف ترد على الدكتور حسين؟ يا أخي بشكل سريع، الكل الفلسطيني هو يجب أن يكون هناك إيقافا للحرب، ولكن أنا من خلال الحدث أقول بحكي لقيادة حركة حماس أنه اليوم الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة هو أكبر بكثير من الأجندات الحزبية التي يصرح فيها بعض قيادة حركة حماس، وهذا أمر مهم، ونحن هنا لا ندخل في مناكفة إعلامية. يعني لو في ضيف من حماس أنا ما عندي استعداد أشتبك إعلاميا مع أي حدا كحركة فتح في بما يخص الوضع الداخلي، لكن الهم الأكبر عند الرئيس الفلسطيني وعند القيادة الفلسطينية وعند الفصائل الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير بما فيها حركة فتح، هو أن يكون هناك إيقافا للحرب. وهناك معركة أخرى، معركة الجوع، معركة المرض، ومعركة إعادة إعمار قطاع غزة. ما منا يكون في يوم من الأيام واضح أنه دكتور هذا العدو. فقط تبقى لي وقت قصير ودعنا نتقاسم الفرصة في 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 عجالة أيضا مع دكتور محمد فرحات. حماس تقول أن الكرة في ملعب إسرائيل، أنها تنازلت في موضوع الأسرى، في موضوع الموافقة على مدة أقصر من أملها في أن تكون كانت الوقف شامل لإطلاق النار، وبالتالي هل بالفعل ذلك صحيح أم أن على حماس أيضا ربما التواضع مراعاة لظروف الناس في بعض النقاط، يعني أن تقدم فيها تنازلات؟ يعني في رأيي نحن في موقف شديد التعقيد من الناحية الإنسانية، وبالتالي هذا يتطلب درجة من المرونة. يعني في مثل هذه المعارك لا يمكن تحقيق كل الأهداف بخطة واحدة أو بخطوة واحدة، فبالتالي نحن كما أشرت قبل ذلك نحن إزاء أزمة شديدة الخصوصية وشديدة وخصوصية في تعقيداتها، وبالتالي نحن إزاء أيضا يعني طرف إسرائيلي تحكمه حسابات داخلية كبيرة وتحكمه حسابات شخصية وتحكمه يعني أمور كثيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن في رأيي أن الموقف الإنساني الخطير داخل قطاع غزة يقتضي درجة من المرونة، وأحسب أن جميع الأطراف أو الطرف الفلسطيني أبدى هذه المرونة، وبالتالي أعتقد الأمور تسير في اتجاه الحلحلة. وأعتقد أيضا أن التصريح الصادر عن الرئيس الأمريكي لم يكن ليصدر لولا أن هناك مؤشرات حقيقية بأنه هذه الصفقة أو هذا الاتفاق يعني قارب جدا على الانتهاء، وأيضا حتى تلميح الرئيس الأمريكي للجانب الإسرائيلي بأن إسرائيل ستفقد الدعم الدولي، أعتقد هذه إشارة واضحة من الجانب الأمريكي على الجانب الإسرائيلي أن يفهمها بدقة. من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا ضيفي من رام الله دكتور حسين حمائل الناطق باسم حركة فتح، شكرا على كل ما تفضلتما به من إجابات وقراءات.